بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث، أهلا ومرحبا بكم في درس التربية الإسلامية في هذا اليوم. قبل أن نبدأ بدرسنا سوف نعرض هذه الشريحة التي تمثل متاهة بسيطة. أريد منكم أن تنشطوا أذهانكم وتساعدوا إبراهيم في الوصول إلى المسجد قبل أن تفوته صلاة الجماعة. من يقوم منكم بحل هذه المتاهة وإيصال إبراهيم إلى المسجد بشكل صحيح من المرة الأولى فليخبر معلمته بأنه أتم هذه المهمة حتى يتم تعزيزه على الكلاس دوجو. أوقفوا الشريحة وابدأوا بالتفكير والحل. الآن ساعدنا إبراهيم في الوصول إلى المسجد، هذا هو نموذج الحل الصحيح. من منكم أتم العمل بهذه الطريقة فليخبر معلمته حتى يتم تعزيزه على الكلاس دوجو. عنوان درسنا لهذا اليوم الصدق، وأنا أتحرى منكم أحبتي الصدق في نقل المعلومة للمعلمة حتى يتم تعزيز من أتم العمل بسرعة وبنجاح. كما قلنا درسنا اليوم بعنوان الصدق. سنتعرف الآن أهداف درس اليوم. هدفنا الأول أن يقرأ المتعلم الحديث الشريف قراءة سليمة. ثانيا أن يبين المتعلم المعنى الإجمالي للحديث الشريف. ثالثاً أن يستنتج المتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أثر الصدق والكذب على الفرد والمجتمع. الآن سنبدأ بقراءة الحديث الشريف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حديثنا كلماته واضحة ومباشرة. سوف نبين بعض المعاني الجديدة الواردة فيه. لدينا مفردة يهدي والبر والفجور. يهدي بمعنى يقود أو يدل أو يؤدي إلى، والبر بمعنى الخير الكثير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: الصدق يهدي إلى البر، الصدق يقود إلى الخير الكثير، والبر يهدي إلى الجنة، أي الخير الكثير يقود إلى الجنة. والمفردة الثالثة الفجور بمعنى العصيان. في الحديث الشريف: الكذب يهدي إلى الفجور، أي الكذب يقود إلى العصيان، والفجور يهدي إلى النار، أي العصيان والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى النار. للحديث الشريف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأمرنا في الحديث الشريف بالصدق وينهانا عن الكذب، ويبين لنا عليه الصلاة والسلام آثار الالتزام بالصدق. فالصدق الإنسان الصادق يؤدي به صدقه إلى الخير الكثير، وينال في الدنيا محبة الناس واحترامهم ومحبة الله سبحانه وتعالى ورضاه، ويكتب عند الله صديقا، وفي الآخرة يوصله صدقه إلى الجنة. أما الكاذب فإن كذبه يؤدي به إلى الخروج عن طاعة الله تعالى وعصيانه، وبالتالي ينال كراهية الناس وعدم محبتهم له وغضب الله سبحانه وتعالى، ويقوده كذبه وعصيانه إلى الوقوع في النار. وأنتم كمسلمين علينا أن نتحلى بالصدق دائما في أقوالنا وأفعالنا ومعاملاتنا حتى نكتب عند الله صادقين وندخل الجنة. الصدق يوصل صاحبه إلى الجنة، والكذب يؤدي بصاحبه إلى النار. ونحن كمسلمين نحب أن نكتب عند الله صديقين، نكون صادقين بأقوالنا وأفعالنا ومعاملاتنا. الآن قدوتنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سوف نقرأ موقفا من مواقفه عليه الصلاة والسلام لنتعرف الصدق في حياته ومفهوم الصدق. كما تعلمون أحبتي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعى بالصادق الأمين حتى قبل بعثته وقبل أن يصبح نبيا، وكان صلى الله عليه وسلم صادق في أقواله وأفعاله ومعاملاته مع الناس، ولم يكذب مرة في حياته، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول الصدق في جميع الأحوال حتى وإن كان مازحا. فقد جاءه في يوم من الأيام رجل طلب إليه أن يحمله معه على ناقة، فرد عليه صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يحمله على ولد الناقة. فقال الرجل مستغربا: وماذا أفعل بولد الناقة؟ كيف سيحملني وهو صغير؟ فرد عليه صلى الله عليه وسلم: أليس كل جمل هو ولد الناقة؟
فضحك الرجل وضحك معه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. من هذا الموقف يبين لنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الصدق يكون حتى في المزاح، لا كذب أبدا في حياة المسلم. لا نقول أنا أمزح لا بأس بالكذب، لا، المسلم لا يكذب أبدا حتى وإن كان مازحا، اقتداء بالصادق الأمير محمد صلى الله عليه وسلم. فالصادق شجاع والكاذب جبان، ونحن كمسلمين نحب أن نكون صادقين شجعان مثل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أما في قصة نعرفها، فهذه القصة تبين لنا آثار الكذب على المجتمع، وكيف أن الكاذب لا يحبه الناس. قصة تعرفونها ورويت لكم قبل ذلك على ما أظن، الراعي والذئب. كما تعرفون قصة الراعي والذئب، الراعي الذي كان يرعى الأغنام وشعر بالملل، فأراد أن يمازح أهل القرية وركض مسرعا نحو القرية قائلا: الذئب الذئب! خرج الناس مسرعين حتى ينقذوا الغنم ويساعدوا الراعي، لكنهم عندما وصلوا اكتشفوا أن لا شيء موجود ولا ذئب أصلا. عرفوا أن الراعي كان يكذب عليهم، ضحك معهم وقال: لقد كنت أمازحكم. أعاد الكرة مرات ومرات حتى أصبح الناس لا يصدقونه أبدا. وفي ذات يوم جاء الذئب فعلا وأكل كل الغنم وكاد أن يأكل الراعي أيضا. صاح الراعي وصاح ونادى بأهل القرية، لكن لم يستجب له أحد. لماذا؟ لأن أهل القرية أخذوا عنه أنه كاذب، كاذب دائما، فلم يصدقوه. وفي ذاك اليوم كانت خسارة الراعي كبيرة، وندم ندما شديدا، لأن الذئب هاجم الغنم وافترسها كلها ولم يبقى منها شيء. من هذه القصة نتعلم أن الكذب لا يجوز حتى في المزاح، لأن الناس يكرهون الكاذب ويكرهون مزاح الكاذب، ونحن نقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما قلنا سابقا، لا نكذب أبدا حتى وإن كنا مازحين. الآن سوف نقوم بحل صفحات الكتاب، صفحة 98 و99 في الكتاب. أرجو منكم أحبتي أن تحلوها أولا، ومن ثم تعودوا إلى العرض لتتأكدوا من صحة الحل. السؤال الأول، يجب عليكم تلوين النشاط الذي يتوافق مع رأيكم في المواقف التالية. الموقف الأول، كذب زميلي في كلامه مازحا ليضحك زملائه، ماذا قلنا سابقا؟ صدق فقال: أنا كسرت المرآة يا أمي. ما رأيكم بهذا الموقف؟ كذب خوفا من معلمه. أيضا ما رأيكم بموقف هذا الطالب؟ وشهدت بالصدق أمام مديرة المدرسة، ما رأيكم بموقفها؟ هذه هي الإجابات، تأكدوا من إجاباتكم بناء على ما تروه هنا. النشاط التالي أكمل، لدينا مخطط بسيط يبين لنا تلخيصا للحديث الشريف: الصدق يهدي إلى البر، والبر يقود إلى الجنة، والكذب يقود إلى الفجور، والفجور يقود إلى النار. أما النشاط الثالث فمطلوب منكم كتابة الكلمة أو ضدها في الفراغ، الضد بمعنى العكس. لدينا عمودان، العمود الأول فيه الكلمات والعمود الثاني فيه الأضداد. الصدق، ما هي الكلمة التي ضدها الصدق؟ ولدينا البر، ما ضد البر؟ النار، ما ضد كلمة النار؟ وما ضد كلمة كاذب؟ الكذب ضدها الصدق، والبر ضدها الفجور، والنار ضدها الجنة، والصادق ضدها كاذب. الآن سوف نقوم بتنظيم مفاهيمنا وفق هذا المخطط، لنبين من هو الصادق ومن هو الكاذب، ما الصدق وما آثاره، والكذب وآثاره. الصدق كما قلنا سابقا في الحديث الشريف يهدي إلى البر، ويكتب صاحب الصدق عند الله صديقا، وفي الآخرة يوصله صدقه إلى الجنة. أما الكذب يؤدي إلى الخروج عن طاعة الله تعالى، ويكتب صاحبه عند الله كاذبا وكذابا، وفي الآخرة يوقعه كذبه في النار. فكر الآن عزيزي لبعض الوقت وأعطني رأيك فيما يأتي. هذا هو واجبنا، أريد آراءكم في هذه المواقف التي سوف تعرض أمامكم بعد قليل. أرسلوا إجاباتكم للمعلمات على كلاس دوجو
الموقف الأول أو السؤال الأول، كيف سيكون برأيك حال المجتمع لو كان كل الناس صادقين في أقوالهم وأفعالهم؟ وثانياً، ماذا يجب عليك أن تفعل لتكتب عند الله صديقة؟ أريد إجابة تفصيلية للسؤال الثاني. لا ننسى إرسال الإجابات للمعلمة عبر كلاس دوجو، هذا هو واجبنا كما قلنا. في الختام، لننفذ أمر الله سبحانه وتعالى الوارد في هذه الآية لنكون من الفائزين يوم القيامة، فنحن نختار الأصدقاء الصادقين لأنه عز وجل قال وأوصانا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. في النهاية، بحفرة التعلم، بني وبنيتي، أين ترى نفسك الآن؟ ما الذي أنجزته وما الذي تحتاج إلى المساعدة فيه؟ هذا هو حل ورقة العمل المرفقة لكم. بعد إنهاء حل الورقة يمكنكم التأكد من صحة الإجابات من خلال هذه الشريحة. دمتم سالمين، شكرا لمتابعتكم، نلتقي في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.